مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. مع بريل ديما ملمومين وقضية المولد ربحين. بريل رقم واحد في تونس. في كل مولد لمتنا مع أقرب الناس لنا هي اللي تفرحنا وتزهينا على ذي بريل ديما لممنا وقضية المولد هكا يربحنا. بريل رقم واحد في تونس اللي كما عودنا ديما يكون معنا في المولد مع السويم اللي طالعة نار هكم سمعتوا متاع الفيك يتقرب لها تشعل الدنيا. لكن بريل يخمم فيكم ويخمم في القفة متاعكم اللي حابة تتمليه اقبل المولد على ذي بش نكونوا حاضرين توا في تيرمينوس الباساج مع هانس سلطاني. نستدعوكم بش تشاركوا في لغران جو بريل كاتش القفة وتربحوا كل ما تستحقوا في قضية المولد. هنا مرحبا. أهلا بك فين واللي يسمعوا فينا الكل وقدام غلاء الزقوق والفاكهة وكل شيء. بريل ما يخليكمش وحدكم بيان سور كيف معودكم. بريل ديما معاكم في المولد إن شاء الله مبروك على الناس الكل خاطر نهار 9 نوفمبر في المولد مثلنا مع أقرب الناس هي اللي فرحنا والزهينة. هذا شعار بريل ويخفف عليك القضية متاع المولد. كالعادة البنيات لهنا الميزانيات متاع بريل موجودين وبرشا من قبيليك شافوا حظهم وجربوا حظهم يا جيهان انهم دخلوا الاشادات نتاعهم الكل لي رونسينيومون اسم واللقب ودرجه نوا كل شيء باش يشوفوا يربحوا والا لا القفه. اونفا مدام فوزيه هي اللي الفيزا نتاعنا اليوم في جو كاتشي القفه. القفه مبروك عليها. عسلامه عسلامه مبروك عليك. الله يسلمكم الله يسلمكم. ولا مكان على البالي ولا على خاطر لكن نحن نحن نسيت حكاية الزقوق ونسيتها بالكل على خاطرها غالية ما نجمش ما نجموش. الحمد لله الحمد لله. كيف عملت الصباح كيفاش وليتها كيفاش خرجت انت في الليل؟ والله يا خرجت باش نقضي قضية ثاني متعدية من هنا بالحظ 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 الحمد لله. هاو عيطوا لي البنيات بارك الله فيهم. يجا يا مدام اخذوا التعليمات الكل اخذوها بطاقة تعريفي وكل ومن بعد عملوا لي القفة هكايا وربحوا ولا من ثلاثة يشحوا هكايا. نزلت على واحدة فيهم نمرو قديش لي ربحت مع اثنين هي اللي بيش تكون من يعطيكم الصحة. مبروك عليك مبروك عليها مبروك عليها القفة خاطر كانت لعبين على الخاطر بيستعمر المولد وكل شيء خاطر الدنيا غالية. لكن بريل بالقفة المزينة هذه سهلت عليها وخلينا نشوفوا مع صابرين المزيانه نتاع بريل تحكي لنا شويه الكونتينيو. ايجا صابرين عادي قول لنا مدام ايجا شوف القفه نتاعك شنو فيها بالضبط تبدا على عينك يا تاجر. القفه نتاعك فيها تلج بوكو وتلج بوكريوا 200 غرام فزق و200 غرام لوز ابيض و200 غرام زوزه 100 غرام بندق واربع صحاتي وبتبيعها دابوس بريل هي الاولى. الله 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 يعطيكم الصحه الكل يعطيكم الصحه. مبروك عليك مدام مبروك لها هي بيان سور مع بريل. مادام بريل لهنا موجوده نعطف عليه بريل ضد الدهون وجميع البقايا اللاصقه وانشاء اللي نقاوه في الكريمه نتاع العصيده معناها والبريل هذاك ينحي لك كل ما هو معليشكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. مبروك عليها المدام لا كانت لا على البال ولا على الخاطر لكن مع بريل تولي على البال وعلى الخاطر. قفه المولد مبروك عليها في كاتشي القفه مدام فوزيه باش نكملوا بتبيعه جهين مشوارنا اليوم مع ليكيب بريل ونمشيو لتونس وميجرين وين سيدي سيدي حسين زادة والزهروني قدام يعني في التجيام عايز قولي صابرين زيانة التجيام ونتقابلوا غدوة في بنزارة وما تنسيوش نجموا تكونوا من الفازين تربحوا انتم زادة قضية المولد كاسي القفة مع بريل تنجموا تشوفوا زادة الجول كلها على الفيسبوك الكونت متاع بريل في فيسبوك. يعطيك صحة هنا ومبروك عليها مرة أخرى. هذا هو لغران جون متاع بريل كاتش القفة مع بريل. مع بريل ديما ملمومين وقضية المولد ربحين. بريل رقم واحد في تونس.